اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده مقبلات وسلطات في الفنادق الكبيره والمطاعم الكبيره وفي عالم المطبخ. عاملين له قسم خاص اسمه جارد مانجي. تلاقوا الشيف واقف، التلاجه جنبه، الكاونتر عليه كل انواع الخضار اللي ربنا خلقها في الارض، اللحوم، اسماك، مش معناته سلطه ومقبلات يعني السفره ما تخلاش او المقبلات ما يكونش فيها بروتين حيواني او نباتي او خلافه، لا بالعكس، في انواع من السلطات تتاكل في الوقت نفسه بمجرد ما نعملها، اللي هي الخضروات الورقيه زي الخس والجرجير. في انواع من السلطات تقعد في الثلاجه ساعه ساعتين علشان تاخد مرحله تبريديه زي البقوليات عشان نعرف ناكلها، تبقى الانسجه بتاعتها شربت الفليفر والطعم بتاع التوابل. في انواع من المقبلات تتحط في الثلاجه فتره طويله وكل ما تقعد فتره كل ما تحلو، يعني عد عليها يوم اتنين تلاته زي البتنجان زي الحمص وهكذا. معانا النهارده من عالم السلطات والمقبلات، بما ان الصيف داخل علينا وهيبقى لنا يوم مع الايس كريم والعصاير والحاجات اللطيفه الحلوه عشان نستقبله بقلب جامد، هنعمل النهارده الارنبيط. ارنبيط بالطحينه، وازاي نطبخ الطحينه مع الارنبيط المشوي في الفرن، مش هيتحمر في الزيت، مش عايزين حاجات فيها زيوت كتير. معانا الحمص النهارده مصدر غني جدا للبروتين النباتي، البقوليات زي الفول زي الحمص زي اللوبيا. ولكن المشاكل مع الحمص، الغازات والانتفاخ مع القولون والناس اللي بتعاني من مشاكل القولون، معاكم شيف شاطر ازاي نتعامل مع الحمص بلطافه ناخد منه اللي احنا عايزينه. معانا الجمبري، حلو قوي، اخترنا اغلى حاجه في الفوسفور الجمبري مع الجرجير، الاثنين مع بعض بيتفقوا في طبق واحد مع فليفر من التوابل اللي هو الزعتر المستردة، ونشوف ازاي عصير الليمون وزيت الزيتون مع الاثنين يبقى لطيف وجميل. معانا النهارده كمان مايونيز، هنعمله سلطه لطيفه حلوه جدا مع برضو الجرجير والجمبري، ممكن نتعامل مع المايونيز وده منتج جيد جدا للبروتين الحيواني. الخس هنا كمان لنا موقف معاه، الخس الكابوتشا الحلو اللي هو غني بالسكريات شويه بتلاقوا طعمه حلو، هنعمله مع الزبادي سلطه حلوه، والزبادي منتج جيد جدا للبروتين الحيواني، منتجات الالبان، يعني عايز اوصل لحضراتكم ان السفره فيها بروتين، مش لازم يكون فيها هوبر، مش لازم يكون فيها فرخه متكتفه ولا ديك رومي. معانا البيض المسلوق النهارده هنعمله سلطه حلوه مع فليفر من الزيتون والمستردة والزعتر، والبيض منتج جيد جدا للبروتين الحيواني. مش معناته كمان ان احنا نعمل طبق السلطه معناته انه ما يبقاش فيه بروتين حيواني او فيه قيمه غذائيه، بالعكس ده عالم تاني خالص نقدر ان احنا نعتمد عليه وناكله في وجبه رئيسيه في اليوم وتغني عن الحاجات اللي احنا عارفينها، المحمر والمشمر اللي احنا قعدنا فتره طويله معاه. اجازه سعيده، كل سنه وانتم طيبين وراجعين بقلب جامد وراجعين طبعا بباور تاني خالص، ونقدم لحضراتكم بمناسبه دخول الصيف علينا بصدر وكده والجو حر، احنا واقفين مع بعض ان احنا نعمل أنواع من المقبلات والسلطات، وكل سنة وأنتم طيبين. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لعالم السلطات والمقبلات على شاشة القناة الأولى، أو هتروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، خلونا كده في عجالة يعني نشوف معانا إيه على التيبل بتاعنا. معانا حمص اتسلق قبل كده أهوت، ولازم طبعا عشان بس المعلومه اللي لازم حضراتكم تعرفوها، اي نوع من انواع المقبلات هتعامل معاه لازم يتسلق ويتسبي لما يبرد، علشان ما ينفعش ان احنا نتعامل معاها وهي سخنه. الحمص ده لازم يبرد طبعا في درجه حراره المطبخ ويبقى لطيف معانا بالشكل ده كده. معانا ارنبيط ومعانا الماتيريال اللي حضراتكم شايفينه ده كده، اعتقد ان هو في متناول الجميع، مفيش حاجه اختراع، يعني لا جبنا بالميتو ولا سباركوس ولا الحاجات الغنيه اللي هي سعرها غالي يعني، وجبناها الحاجات اللي موجوده في متناول الجميع، يمكن شويه الجمبري الحلوين اللحم دول مسلوقين من قبل كده في عصره ليمون وشويه ملح ومعانا زي الفل. هبدا باول حاجه يا استاذ رحاب، مقادير سلطه الارنبيط بالطحينه مدرسه لوحدها، تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي، مقاديرها على الشاشه. في طريقتين للتعامل مع الطحينه، ولكن خلونا ندخل الارنبيط في الفرن. معانا ارنبيط وطحينه وكزبره خضراء وتوم وعصره ليمون وطبعا الملح والملح والفلفل والكمون، والكمون ليه يا شيف؟ علشان مشاكل الارنبيط مع الغازات. الارنبيط ده ليه مشكله ان احنا بعد ما بنسلقه في البيت بتبقى ريحته قويه جدا في قلب البيت والصالون، والناس كلها عارفه ان احنا بنعمل ارنبيط. تعالوا مع بعض نتبل الارنبيط وندخله الفرن، دي مهم جدا. ازاي هندخله في الفرن؟ تعال نعمل التتبيله بتاعتنا. معانا شويه كمون مع شويه ثوم بالشكل ده كده،
كمون معانا اهوت علشان مشاكل الغازات، ونحط عليه شويه ثوم، زيت زيتون يا عم الشيف. حلو قوي، اللهم صل على النبي. عصره ليمون مع زيت الزيتون، معانا ليمون معصور وجاهز. الحاجات دي كلها بتساعدك في انك انت ما تقفوش في المطبخ كتير، تعصري الليمون وتخليه في ازازه مثلا في قلب الثلاجه بالشكل ده كده اهو. شويه الملح الحلوين، خليكي فاكره انك حاطه ملح عشان ما تحطيش ملح تاني عليه اهو بالشكل ده كده. انا بحب البابريكا الحلوه دي كده، بحط شويه سنه صغيره بتدي طعم. كل دول مع بعض. حطيت ايه يا شيف هنا؟ عشان القرنبيط ده يخش الفرن تاني. مشاكل القرنبيط مع الكولون، الكمون طارد الغازات، كمون بيعالج مشاكل الكولون مع اطباق الفول والبقوليات بالذات. عشان كده في المطاعم الكبيره والمطاعم الفول بتلاقوا حاطط الكمون جنب الشطه على التيبل للزبون. حلو، حطيت زيت زيتون وعصير ليمون وشويه كمون وتوم. هناخد المقادير دي كلها مع بعضيها وننزلها كده على الايه؟ على عم الارنبيط. حلوه، ونقلب الارنبيط ده يا عم الشيف وندخله الفرن يتشوي. يطلع بعد ما يتشوي نشوف ازاي نضيف له الطحينه الحلوه مع بعض. نقلبه كده عشان كله ينسجم مع بعضه. اهو. ونتاكد ان الزهره ده بيسموه طبعا في بلاد الشام زهره، غير البروكلي. معانا بروكلي هنا في الاستوديو اهو، موجود معانا في طبق الخضار بتاعنا. البروكلي غير الارنبيط. معانا مين يا استاذه؟ الارنبيط في الفرن، حلو قوي. انا حطيت الارنبيط خلاص لازم يتشوي. معانا الطحينه اللي هي المكمل للارنبيط. طب هل يا شيف مغازي لازم طحينه مع سلطه الارنبيط؟ مش لازم، بس هو الجديد ان احنا بنعمل حاجه جديده. الطحينه بقى هنا تتعامل معاها ازاي؟ تعالوا مع بعض نشوف الطحينه هنعملها سلطه ازاي واحنا شغالين مع بعض واحده واحده في نفس البوله. انا مش هجيب اختراع. نفس البوله اللي كانت معايا من شويه عشان بس بسهل عليك. بحط الطحينه بالشكل ده كده. الطحينه دي هنحطها على ايه يا عم الشيف؟ على حلوه قوي، هنحطها على الارنبيط، ونحط على الطحينه دي عصير ليمون. شفت الجو ده كده؟ مش لازم بقى نجيب بولات او زي ما انا شغال كده، عايزك بنفس الطريقه اللي انت شغال بيها. وهنحط شويه زيت زيتون على الطحينه. مطبخ سهل خالص، والمقبلات دي او الجارد منجيل اللي هو طبعا في الفنادق بيبقى الراجل واقف رايق كده وزي الفل، وشغله فيه هدوء، ولازم يبقى فيه تبريد في قلب المكان علشان يقدر يتعامل. الطحينه هنا بتاخد لون كده اهو اهو، بننزل عليها بشويه ثوم، وتاخد شويه كمون وشويه شطه، ده الطبيعي اهو. ادي الكمون على الطحينه، وادي سنه البابريكا الحلوه، ونقلب دول مع بعض. بقى الطحينه زي الفل، تاخد رشه ملح حلوه، ممكن نحط شويه بقدونس حلوين. يا سلام اهو، علي منها اهو، ده بقدونس على الطحينه اسمها بقدونسيه لو عاد حبيت تقدميها. ودخلنا الارنبيط بتشوف الفرن، هيطلع الارنبيط من الفرن يلاقي الطحينه اللطيفه الحلوه دي كده اهي جاهزه وزي الفل. ادي سلطه الطحينه جاهزه، ممكن نقدمها جنب الارنبيط، وممكن ان احنا نخلطها مع الارنبيط بالشكل ده كده اهي، خفيفه بالشكل ده كده علشان طبعا الارنبيط بتاعي يبقى مفلفل وزي الفل. هننقلها في البوله الحلوه دي كده للساده المشاهدين. ادي سلطه الارنبيط، سلطه الطحينه اللطيفه اهي، ودي ممكن تقدميها مع اسماك، تقدميها زي ما هي كده مفيش اي مشكله. تمام، خلصنا من طبق مقبلات حلو جدا. نخش على اللي بعده. ايه اللي بعده يا عم الشيف؟ معانا نوع من انواع المقبلات لما يقعد في الثلاجه يحلو، اللي هو الحمص. الحمص الشام ده طبعا كلنا عارفينه، ممكن يتاكل سخن مع التوم والخل مع الشطه مع الكمون، الدقه الحلوه. ممكن ان احنا نقدمه مع طبق مقبلات حلو، حمص بطحينه في قلب الخلاط. ممكن يتقدم حمص بزيت الزيتون بس في قلب الخلاط، يبقى كريمي ولطيف وحلو. هنقدمه دلوقتي سليم زي هو زي ما هو كده، هنشوف نقدمه ازاي. مقاديره على الشاشه بسيطه وسهله في متناول الجميع. حمص وتوم، زيت زيتون، وبقدونس مفروم ناعم ونعناع علشان مشاكل التوم، وعصير ليمون وملح وفلفل وكمون، وبرده الكمون هنا مع البقوليات، صديق البقوليات عشان مشاكل الغازات. طب ولكن انا هعمل تركيه صغيره كده علشان الحمص ده
ينسجم مع بعض. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بهرس 5 6 حبات 10 حبات من الحمص كده يدوني شكل كريمي علشان يبقى فيه انسجام زي ما بنعمل مع الفول. بتلاقوا كده الواحد وهو قاعد بياكل طبق الفول يهرسه كده بالشوكه يوم يديني الالياف بتاعته. الحمص غني بالالياف، غني بالبروتين النباتي الجميل الحلو. شفت الطريقه دي مهمه جدا. دي زي الفل تمام. خدت انا شويه الحمص دول كده اللي في قلب الكسرولة، عايز انا الهرسه ديت واخليهم كده على جنب، وهنزل في النص بالثوم طازه اهو، وبقدونس مفروم ناعم. ينفع كزبره بدل البقدونس؟ لا، الكزبره مش مرغوب بيها في المقبلات البارده، خلي بالك. وانزل هنا يا عم الشيف بشويه الكمون الحلوين والسنه البابريكا الحلوه، ومعانا عصير ليمون اهو، ومعانا زيت زيتون هيديني قوام. يا عيني، حاضر. كل دول مع بعض، كل دول مع بعض. نوع المقبلات ده بقى لازم يتحط في التلاجة شوية. يعني ما ينفعش ان انا اعملها واخلص منها، عشان كده بتلاقي في الفنادق الكبيرة والمطاعم بتلاقوا سلطة الحمص دي موجودة وجاهزة وزي الفل، يغرف منها على طول الاكارت. هنقلب دول مع بعض. فين الملح يا عم الشيف؟ نسيته. نحط الملح. لو احنا حاطين في سلق الحمص ملح، خليكي فاكرة. المهم اللي عايز اقوله بقى انه يفضل انك تسلق الحمص في البيت. طب اسلقه في البيت ازاي يا عم الشيف؟ الحمص ده بيتجاب بيتنعم من بالليل، نخلص من الميه بتاعته ونرميها، عشان الميه فيها غازات وهي اللي بتعمل مشاكل مع الكولون. كده تخلصت من الميه بتاعته، عكس القمح. القمح ممكن يتسلب الميه بتاعته، خلي بالك. الفول والحمص لما تنقعيه في ميه من بالليل تخلص من الميه بتاعته، لانه بيبقى فيه ماده حافظه وفيها غازات والمشاكل دي كلها. وتسلق الحمص ده على النار، ياخد غلوه بتهدي النار تحت منه، وبلاش تحط بيه كربونات من فضلك ارجوكي يا امي يا خالتي يا عمتي يا كل الساده المشاهدين. وجود البيكربونات مع سل البقوليات بيعمل مع الوقت ومع الاستمراريه ومع التكرار مشاكل مع القولون وارتجاع مريء. وبالنسبه لارتجاع المريء هنتكلم عنه كلام كتير قوي، لان مهم جدا ان احنا نتلاشاه قبل ما نقع في مشكلته. خلينا نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل مهرجان السلطات والمقبلات عالم لوحده مع دخول الصيف والحياة الحلوة. اهو اطرحوا بقية، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ودايما اقول طبق السلطه السهل مش ان انا اعمله، ان انا اغرفه بقى واقدمه بشكل حلو قوي بلوحه فنيه، هي دي الشطاره. وانا دايما بحكم على السفره ايا كان فيها، حتى لو عليها خروف متكتف، بطبق السلطه اللي احنا بنقدمه. لان عمل الخروف للامانه والله العظيم، يعني لا بتكلم الصراحه، اسهل من انك تعملي طبق السلطه بجد والله يا شيف. انك تجيبي شويه خس تغسليهم وتعقميهم حلو من الاتربه والجراثيم الصغيره، اي نوع من الخضروات الورقيه او الحمص. الخروف انت بتعملي فيه ايه؟ بتعملي له مساج بشويه توابل من القرفه، زدان يعني، غير خروف ضاني حلو حلو كده، شويه قرفه، شويه بهارات حلوين، بهار حلو مع فلفل اسود من بره ومن جوه، ونكتفه في الصينيه وندخله الفرن. هو احنا اللي بنبوا النار اللي تحت منه، بتسيبيه لمده 3 4 ساعات اذا حسب وزنه، وخلص الكلام. بيطلع بتقدميه مع شعريه مع رز ايا كان. انما تهتمي بسلق البقوليات زي الحمص ده كده وتتبليه وتخش في تفاصيل البقوليات، ده موضوع بيحتاج لخبره طهويه. الخس يتغسل كويس ونقدم سلطه حلوه بالشكل ده كده ونعمل اللوحه الفنيه دي كده، دي مشكله برضو عايزه خبره طهويه. معانا مين يا استاذ رحاب؟ انا لا، الحمص بغرفه، انا هنقدم بعد كده سلطة البيض المسلوق، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، ولكن خلونا نقدم الحمص الاول بالشكل ده كده. لان مش ان انا اعمل طبق سلطة وبس، لا، لازم التقديم مهم جدا، اللي هو البرزنتيشن يعني الشكل. حلو. سؤال حلو جدا. ينفع سلطة الحمص دي نحطها في التلاجة ونعبيها في علب بلاستيكية؟ مفيش اي مشكلة. وتحط في عشان كده انا بقول
دي من انواع السلطات اللي كل ما تقعد في الثلاجه كل ما تحلو. ادي الحمص اهوت معانا زي الفل. هعمل ايه دلوقتي؟ معايا بصل. شوفي بقى التركايه بقى، اه ده بصل قطعته شرايح بالشكل ده كده حلو، وبحط عليه يا عم الشيف شويه سماق. الله عليك الله عليك، هو ده هو ده، اه سنه بابريكا. ادلع الحمص، اه حلو الكلام، مع عصره ليمون حلوه عشان مشاكل البصل والعينين. وامسك البصل ده افركه بايديا كده، اه اه مع سماق، اه اه شفت الجو ده كده، اه اه البصلايه دي بقى جميله جدا، اه 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 وجرنش بقى الطبق ده كده. اه موضوع اختلف هنا، اه سلطه حمص حلوه ناكل منها معلقه واثنين وثلاثه، اه بالشكل ده كده شكل جديد. ونيجي فوق نحط شويه كده، وانت بتقدميها بقى كده تقولي بألف هنا وشفا للي ياكل منها. ادي سلطه الحمص بتاعتي خلصت منها. نخش على اللي بعده، القرنبيط. نبص عليه مخرجنا الجميل ده، مكانه فين؟ مكانه في المقدمه هنا مكان الجرجير، لان الجرجير ده لسه فيه شغل كتير. اه ادي طبق خلصنا منه تمام. خلونا ناخد مع بعض نشوف القرنبيط اخباره ايه. حلو قوي، ونشيل البصله دي على جنب يمكن نحتاج لها تاني. اه الحاجات دي مهمه جدا. القرنبيط لما يتشوف في الفرن وهو طالع من الفرن كده سخن ننزل عليها بالطحينه بتاعتنا الحلوه، لازم والقرنبيط سخن ننزل بالطحينه. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الله هو ده الكلام. حط القرنبيط هنا كده. انا بجد والله العظيم رمضان السنه دي مختلف معايا، لان انا يعني الامانه استمتعت مع مسلسل الاختيار مع الابطال اللي قدموا طبعا المسلسل، وحاجه جميله جدا بسم الله الرحمن الرحيم، وحاجه تشرف. شكرا يا حوده. شفتوا القرنبيط ده كده؟ اهو هو ده هو ده، اهو سلطه لطيفه وحلوه. طب تتاكل سخنه ولا بارده؟ الاختيار ليكي، بمناسبه الاختيار القرار ليكي. اه ممكن تتاكل سخنه زي ما هي كده تبقى حلوه، ممكن تتساب في التلاجه وكل ما تقعد في التلاجه تحلو. طب يا شيف مغازي لو انت اللي هتاكلها تعمل ايه؟ هسيبها في التلاجه للامانه تبرد شويه، يقوم الخليط ده والطحينه ينسجم مع القرنبيط ويبقى كله متماسك مع بعضه او شكل واحد، ونقدمها تبقى لطيفه. ما ناكلها مع عيش، ناكلها طبق حلو كده زي الفل. هنسيبها تبرد للامانه، وبعد ما تبرد هنقدمها لحضراتكم. اهي هنخليها جنبينا هنا كده عشان ما ينفعش ان احنا نحطها في التقديم على خضروات ورقيه. الكلام اللي انا بقوله ده والمعلومات اللي بقولها دي مهمه جدا على فكره. ليه يا عم الشيف؟ القرنبيط لو انا نزلت بيه سخن على اي طبق للتقديم فيه خضروات ورقيه زي الخاصه والجرجير، طبعا الحاجه دي هتهبط معايا ويبقى شكلها مش لطيف خالص. سيبها لما تبرد وبعدين تغري فيها. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل الجرجير ولا البيض. يا استاذ رحاب معاكي مقادير ايه؟ حاجات كتيره النهارده. سلطه العب، هنعمل سلطة البيض النهاردة، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. سلطة البيض اللطيفة الحلوة بالمايونيز، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. اه معانا بيض اتسلق، وبعد ما اتسلق قطعناه نصين وشلنا الصفار بتاعه، ركزي معايا شوية. وبعد ما شلنا الصفار بتاعه حطيناه في مية ساعة بالشكل ده كده، هناخده كده اهو. المقادير على الشاشة، بيض مسلوق وتوم وطماطم شيري صغيرة وإيه كمان؟ وريحان وزيت زيتون ومستردة ومايونيز. وتعالوا نشوفوا إزاي نعمل السلطة الحلوة دي كده للأطفال الحلوين اللي مش بياكلوا سلطات. البيض مفيد جدا، غني بالكالسيوم، غني بالمعادن، بروتين حيواني. أه ونمسك البيض كده يتقطع بالشكل ده كده، أه يبقى الشكل مهم جدا. اه وبعد كده معانا زيتون ومعانا ريحان ومعانا عصير ليمون، معلقه خردل اللي هو المستردة، منه المعجون ومنه الحبوب اللي احنا عارفينها، بس يفضل طبعا معجون الخردل مع المايونيز هيدي طعم حلو. البيض طبعا سلطه معروفه في المطابخ الغربيه، منه بيض السمان الصغير بيتباع في بعض السوبر ماركات الكبيره، بتلاقي العلبه فيها 20 15 واحده كده بمبلغ وقدره. حلو الكلام.
محفوظ يعني في علب. ده بيض طازه اهوت زي الفل اهو بالشكل ده كده. لا هو يبقى شكله كده علشان يبان ان ده بيض، لو احنا فرمناه اكتر من كده الشكل الجمال بتاع الشكل الجمالي بتاعه هنفتقده. اهو نشيل الميه دي كده وعشان الصوره الحلوه. وتعالوا نتبله مع بعض. هنتبله ازاي؟ معانا ريحان اخضر اهو، ورقتين ريحان حلوين كده، نفرمهم بالسكينه ناعم. طب ينفع بدل الريحان زعتر؟ ينفع. ينفع بدل الريحان نعناع؟ ينفع، زي ما انت عايز. هي الفكره كلها الفليفر والطعم، عشان ما احسش ان انا باكل بيض صرفي كده. ناخد الريحان ده كده ينزل كده على البياض، فص ثوم ني حلو كده، معلقه مستردة حلوه. حلو، الله عليك يا عم الشيف. معانا مايونيز، يلا يلا بالكفايه، ونقلب كل ده مع بعضه. ملح، مش هحط ملح. ليه يا عم الشيف؟ لان انا صالي البيض، خلي بالكم لما اجي بس تقول بيض لازم تتبع الخطوات اللي بقولها ديت. تجيبوا ميه وتسيب الميه دي لما تبدا تغلي، تحط عليها سلايز من الليمون او عصره ليمون ومعلقه خل صغيره وشويه ملح. سلق البيض لازم يتم بالمراحل دي. ليه يا عم الشيف؟ البيض ده طبعا بيض محطوط في السوبر ماركت، وبيبقى فيه جراثيم صغيره، في حد ماسكه بايده، الحاجات اللي احنا بدون ما نخش في تفاصيل فيها يعني لازم اعقمه كويس، لان القشره بتاعه البيضه مسامها مفتوحه، فلما بتسلقيها في ميه معقمه زي خل وليمون وملح انت بتعقم الميه، عشان الميه دي بتخش مع بياض البيض. شايف السلطه دي لطيفه قوي، هنغرفها مع بعض كده. ولكن معانا طماطم شيري صغيره، تعالوا نقطع شويه طماطم شيري حلوه معاها، وده اختياري برده. ما عندكيش الطماطم ديت قطعي طماطم صغيره، جيب الطماطم قطعها مكعبات صغيره كريات كده. احنا بس يعني بنظبط الدنيا علشان حضراتكم عارفين، عشان برده اللي يقول لك يا شيف انا مش لاقي الطماطم، بالعكس والله ده موجوده في اي مكان اهي، انا جايبها في طريق الصبح وانا جاي اهو. طماطم الشيري دي حلوه، بتدي شكل حلو لطبق السلطه، زي اللي بيرسم لوحه فنيه كده، التاتش يعني من الاخر. البرزنتيشن حلو. ونقلب دول كلهم مع بعض، وبعد ما نقلبهم هنغرفهم دلوقتي في طبق حلو نزينه بالجرجير الخاص زي ما انت عايزه اهو. طبق سلطه الاطفال بالذات حلو جدا، وحقوق الطبع لدينا. وبس طبق التقديم اهوت بسرعه، طبق حلو زي ده كده. معانا جرجير، يا ويلي يا ويلي اهو، عيدان الجرجير الحلوه دي كده اتحط كده. وسلطه بتنفع الاطفال الصغيرين علشان طبعا مراحل النمو بتاعتهم، وبتنفع كمان كبار السن. الطبق ده حلو اهو، مكانه حلو كده، نخليه هنا. حاضر يا غالي عينيا. حاجه جديده. طب دي تتشال في التلاجة يا شيف مغازة؟ تتشال في التلاجة، وكل ما تقعد في التلاجة كل ما تحلو. بس لازم في التبريد. ده ما يتحطش بره التلاجة خالص. اعتقد الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها بالتأكيد طبعا على شاشة القناة الأولى. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل حلقة خاصة جدا بعد أجازة حلوة وأجازة سعيدة للمقبلات الحلوة والسلطات، عشان دخول الصيف سلطات ومقبلات. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ودايما بقول طبق السلطه طبق المقبلات لوحه فنيه، وانت بترسميها بايمان مقدار الحب ومدى الحب وحجم الحب اللي بتحبيه للاسره ولضيوفك
من خلال طبق سلطه. بجد والله يا شيف، يعني الكلام ده لو عملت حله محشي عادي، حله المحشي عادي، ممكن تشتري المحشي ده ملفوف جاهز او الكوسه متقوره وبتحشيها وخلاص، ومجبره انك تعملي محشي. انما تقعدي زي الشيف المغازي كده تختار الطبق بتاع التقديم وتغرفي الارنبيط بالشكل ده كده، لوحه فنيه. اه ممكن اصورها واحطها على السوشيال ميديا عشان اصحابي وحبايبي يتعلموها ويشوفوها. اه عادي خالص. طب ايه اللي بتقطعه ده يا شيف مغاز؟ ده فجل احمر. الفجل ده يا اخوانا الابيض او الاحمر منه بيتعمل الصلصه المشهوره في المطبخ الياباني او الصيني، اللي هي العمود الفقري للمطابخ الصينيه واليابانيه والاكل السوشي والكلام ده، اللي هو الوسابي صوص. اه بيتعمل من الفجل. اه شفت انا بعمل ايه؟ الفجل ده كده قطعته وحطيت له شويه بقدونس زي نعمين. الله عينيا، جالنا سؤال دلوقتي من خلال السوشيال ميديا، عايزين اكلات يا شيف مغازي تعمل ايه بقى؟ تدينا طاقه وتدينا ان احنا يبقى عندنا باور وما ننساش علشان الامتحانات الثانويه العامه والتركيز والدراسه والجو ده كله. حلو؟ عليكي بالعصاير الصبح، عصير الموز او عصير الموز بيعمل شيف باللوز. اللوز اوميجا 3 والمكسرات عموما اوميجا 3. انا بحط شويه عصير ليمون كده على الفجل ده كده، واحط شويه زيت زيتون. لازم الفجل ما يتاكلش كده، الفجل لما اكل منه زي ما هو كده متقطع هو شويه بيبقى سبايسي، ولكن مهم جدا ان انا اديله عصير ليمون، اديله فليفر حلو كده، واقلبه بالشكل ده كده وازين بيه الطبق بتاعه. ده الفجل. الفجل ده عنوان الفتوش، فتوش من غير فجل يتيم فقير. اه شفت الفجل اتحول لحاجة تانية خالص. اه خد اللمعة وخد اللون الحلو. الفجل ده كل الدرنيات، فجل، لفت، بصل أخضر، جنزبيل، توم، دي الدرنيات كلها قيمتها الغذائية عالية جدا، بتنشط الدورة الدموية. واخواننا اللي بيذاكروا الفجل مفيد جدا ومهم. يا شيف مغازي بيعمل لي مشاكل ما خالص ولا مش مشكلة مع الكلور خالص. اعمليه زي ما انا عامله كده، بقى طبق سلطه مختلف تماما. ده ارنبيط، دي حبايه الارنبيط اللي كانت عند الراجل الفكهاني، مش معبراها وماشيه من جنبها كده وبقول لها باي باي، لا خالص. اهو ده الارنبيط. اه بالشكل الحلو ده كده زي الفل. نقدمه كده، نقدمه كده، خليه مكانه مخرجنا الجميل استاذ فاروق. اهو اهو زي الفل. نخش على الجمبري. اول ما نقول جمبري نقول لك الشيف دخل في الجد، يعني اللي فات ده كله مش جد. لا معانا سلطة الجمبري بالجرجير أو الجرجير بالجمبري. مقاديرها على الشاشة. جرجير وجمبري وزيتون ومستردة وعصير ليمون وزيت زيتون. تعالوا نعملها مع بعض كده بطريقة بسيطة وسهلة. وطريقة التقديم مهمة جدا. الجرجير معانا. المقادير على الشاشة. حلو قوي. تمام. مقادير كالاتي: جرجير وجمبري، والجرجير معانا وجمبري مسلوق وزيت زيتون وعصير ليمون ومستردة وتوم وملح. ولكن مع سلق الجمبري خلينا نتكلم حاجة حلوة. ايه هي؟ دايما لما بتجيب الجمبري اللحم او السي فود هتعمليه مقبلات او سلطات زي الكاليماري زي السبيط. السبيط يتعمل يا شيف اه زيه زي الكاليماري. لازم طبعا بتحط مية مغلية على النار، والمية دي بتحط فيها ليمون او سلايز من الليمون وكمان شويه ملح صغيرين، وبتبداي تسلقي الجمبري او السي فود بتاعك عشان وجود الليمون مع الملح بيشيل الزفاره. الجرجير بتقطع بالشكل ده كده ناعم، انا بحبه مفروم ناعم بالسكينه. ولكن خلونا بمناسبه التقطيع برضو ان احنا بنعمل حلقه مكبلات ونعتمد على سكينه وبلانشه حلوه، بتفرمي بقدونس، بتفرمي جرجير، بتفرمي خس. مهم جدا ما تخليش السكينه تعدي على الفرمه مره واتنين، لانك هتفقدي جزء كبير من السائل او الميه اللي موجوده في الخضروات بتاعتك. والشيف المغازي دايما المصطلحات الطهويه بتاعته بتقول ايه؟ من الحاجات اللي تكتبيها على باب الثلاجه: ما ينفعش ان انا اغسل الخضار بعد التقطيع. غسيل الخضار قبل التقطيع مش بعد التقطيع. والسكينه تنزل مره واحده كده مكان ما هي نازله، سواء بتفرمي بقدونس لتبوله او بقدونس لفتوش او جرجير بتقطع بالشكل ده كده. اه وهتبل. دي بقى السلطه اللي هي ممكن تتاكل في الوقت على طول. اول ما نتبل الجرجير ده كده هتلاقوه هبط معانا وكش معانا وبقوا شويه صغيرين. اه شويه الجرجير دولت
والله لو انا حطيتهم قدامي هاكل 3 4 عروق بالعافيه، واقول لك طعمه ايه، فيه حموضه شويه او لازع شويه، الكلام ده احنا عارفينه. نشيل ده من هنا. انا لو قعدت اعمل مقبلات وسلطات للامانه لمده سنه كامله مش هخلص، من اول اللحوم للاسماك للدواجن للطيور. يعني الحمام ده يتعمل مقبلات، الحمام نفسه بناخد صدر الحمام بعد ما يتسلق ونسيبه في التبريد شويه ويتقطع كرايات صغيره ويخش بقى على فليفر من التوابل الحلوه. بس طبعا الحمام يستاهل الحاجه الغاليه بقى، نقدم معاه سباركوس، نقدم معاه بالميتو، حاجات بقى ايه لطيفه وحلوه. انا بس جات المناسبه عشان اتكلم عن الموضوع. ادي الجرجير جاهز معايا زي الفل، والجمبري موجود معانا اهوت. ماشي، خلونا اظبط السفره بتاعتي زي الفل. تمام اهو، اول حاجه هنعمل الدريسنج بتاع الايه؟ الجرجير، واحنا شغالين مع بعض، ده مهم جدا. ايه عباره عن ايه يا عم الشيف؟ عباره عن زيت زيتون ومستردة. حلو؟ زيت زيتون ومستردة ومايونيز. شويه صغيرين معلقه كده. وجود المايونيز مع التتبيله بتاعه السلطه والمستردة بتدي قوام للصلصه. فص توم ني، زيت زيتون، ويفضل زيت زيتون، عصرة ليمون حلوة بإيدي وحياة عينيا اهو بالشكل ده كده. حلو، الله اهو. تمام، بنقلب دول كلهم مع بعض. هاخد بس كده حاجة صغيرة، معلش، مضرب كده. شفت القوام ده كده؟ هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد الجمبري بتاعنا الحلو ده كده وننزله في القوام ده. بس خلاص، ونقلبهم مع بعض. اعملي السلطه دي بالطريقه دي وشوفيها هتيجي معاك ازاي. ده مايونيز مع مستردة زي جمبري كوكتيل يعني، وعصره ليمون، وقلبتهم مع بعض مع توم وبالشكل ده كده. نجيب طبق التقديم واحنا شغالين مع بعض. هنغرفه في طبق حلو. زي الفل يا عم الشيف. الطبق ده كده ناخد الجرجير ده كده، اللهم صل على النبي، نسقطه في قلب الطبق كده ونعمله شكل هرم اهو. حلو، طبعا الصلصه دي داخلها ليمون، والليمون مع السبانخ والجرجير والخضروات الورقيه عدو بيهبطهم على طول. شفت الجرجير شكله كده لازم يفتح للنفس. طريقة الغرف مهمة جدا. والسلطة دي لما احط عليها الخلطة اللي انا عاملها من الجرجير من الجمبري وشفناها مع بعض ممكن تقعد معانا ساعة زمن، شكلها حلو. الطبق ده كده، وناخد الجمبري ده كده بمعلقة حلوة كده عشان وقتنا قرب يخلص. معايا طبق سلطة عايز اعمله، سلطة الزبادي بالخاص. شفت انا عملت ايه؟ بالله عليكم لو عندنا ضيوف ويشوفوا الطبق السلطه الحلو ده كده بالتاكيد طبعا هيكون محور الحديث. جرجير وجمبري. ليه ما حطيتش الصلصه كلها على الجرجير يا عم الشيف؟ انا عايز استطعم الجرجير والجمبري في وقت واحد، يبقى ده طعم وده طعم بالشكل ده كده طبعا الأرنبيط دايما متهم بان هو مشاكل مع الغازات والقولون. انا شرحت وقلت الأرنبيط مفيد جدا، غني بالحديد وغني بالزنك وغني بالكبريت، ومفيد جدا للسيدات الحوامل، وطاقه وقيمه غذائيه عاليه جدا، من الالياف الحلوه اللي بيعالج مشاكل الامساك. شفتي؟ شفت الطماطم دي لطيفه ازاي وحلوه؟ وتقدري تتعاملي معاه بلطافه زي ما انا اشتغلت دلوقتي. وانت لو شفت الطبق ده عينيا يا فندم. ايه يا فندم؟ امرني. ما انا حاطط مايونيز يا غالي، انت كنت فين؟ شفت الجو ده كده؟ طبق السلطه ده مش محتاج، هو كده لوحه فنيه، صورني معايا يا شفيق. حلو؟ هنخش على اللي بعده، سلطه الخس. على فكره معلومه ثانيه هقولها، غرف طبق السلطه عنوان للشيف يقول لك ذوقه ايه؟ بيحب ايه؟ لانه فنان. الشيف والفنان التشكيلي الاثنين متفقين مع بعض. اهي جاهزه والله العظيم هشتغل فيها اهو. خس وزبادي، خس وزبادي،
الخاص معانا مغسول وزي الفل وزبادي، دي مش تاخد معايا منت اهو. المقادير على الشاشه يا نعمه، ربنا ينعم عليك ان شاء الله يا نعمه. نعم. ايوه ست الكل، سامعك اتفضلي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. بس انا طيب. وانت طيبه يا نعمه. عمري عايزه اسال على طريقه الرق والبشاميل. نعم ست الكل. عايزه طريقه الرق والبشاميل. ايه يا استاذ رحاب؟ بشاميل. حاضر عينيا، نعمل لك البشاميل. غسيل الخضار يا نعمه قبل التقطيع مش بعد التقطيع، سواء خس كابوتشا سواء خس بلدي. الخس طبعا ده بيخش في كل انواع السندوتشات في بعض المطاعم الفاست فود كلنا عارفين، فانا ما باكلش بره اي خس ولا اي خضار خالص. مش معناته ان لا بقى. انا طبيعتي كده، انا لازم الخضار ده اكله في البيت. حلو قوي السلطه دي، حلوه قوي تعجبك. بوله معانا زبادي، اللهم صل على النبي. كفايه دول. هناخد الزبادي ده كده ننزل عليه بشويه زيت زيتون. ده طبق فيه بروتين حيواني. الزبادي، شويه الملح التمام، فص التوم الحلو المحترم، حلو الكلام، ورقتين نعناع حلوين عشان الزبادي يحب النعناع الاخضر. او عندك نعناع يابس اهلا وسهلا. وانا خلصت والله اهوت. بس بمناسبه السوشيال ميديا خلونا اقول حاجه مهمه جدا، وده الجديد بتاعنا بعد الاجازه. احنا الحمد لله معانا وقت بعد ما نخلص الحلقه عشان في متابعين لينا ومشاهدين لينا وناس بتحبنا على السوشيال ميديا، وده بان الحمد لله وبنشكركم. بنوجه لكم تحيه كبيره لكل الناس اللي تابعت معانا وتواصلت معانا من خلال السوشيال ميديا. هيبقى لينا بعد الحلقه مباشره او بعد التتر لقاء عن اللي احنا عملناه، زي اتسالنا دلوقتي عن البشاميل، الاخت اللي سالت على البشاميل، وتفاصيل عن الاكل بتاعنا وعن المقبلات. وهنبقوا لايف، ومعانا لايف بعد الهوا مباشره في قلب الاستوديو علشان نجاوب على كل الاسئله اللي حضراتكم بتسالوا عليها. علشان كده بعد ما نخلص على طول والتتر تشوفوه على شاشه القناه الاولى، خش على السوشيال ميديا وتابعوا معايا. واللي ليه سؤال واللي عايز يسال سؤال واللي عايز يقول اي حاجه، احنا تحت امركم، احنا هنا لخدمتكم، بنجاوب على كل الاسئله. السلطه الحلوه دي خلاص جاهزه للتقديم، لطيفه وحلوه اهي. انا بحب السلطه دي على فكره، بحبها ليه يا عم الشيف؟ علشان يا ساتر السلطه دي بقى بزيت ايه؟ اللي عنده مشاكل مع الكولون مع الحموضه ياكل من السلطه دي على مسؤوليتي. خس مع الزبادي الاثنين مع بعض بيطروا على المعده. الحاجه اللي كانت بتكلمني من شويه عامل ارنبيط، انا عامل كل انواع السلطه اللي هي بتناسب افراد الاسره كبيرا وصغيرا، صغيرا وكبيرا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ عينيا احلى رؤيه في الدنيا كلها. حلقتنا النهارده وتفاصيلنا النهارده بسيطه وسهله في متناول الجميع. مهرجان السلطات والمقبلات لسه ما خلصش معانا. معانا شويه كده لغايه لما نغطي كل الاسئله اللي حضراتكم بتسالوها. عملنا سلطه جميله حلوه، سلطه الخس بالزبادي ونجرنش كده بالنعناع الاخضر. عملنا سلطه البيض حلوه قدام حضراتكم مع المايونيز والمستردة والزيتون. عملنا سلطه الجمبري بالجرجير بالتقديمه الحلوه، اللوحه بكاسيو الثانيه موجوده. ومعانا سلطه الارنبيط الحلوه دلعناه النهارده مع الطماطم الشيري والفجل وسلطه الحمص الشامي. وعايز اقول حاجه قبل ما تخلص الحلقه مباشره، هي الفكره كلها ان احنا ازاي نحول طبق السلطه بتاعنا ده لمصدر غني جدا، سواء بروتين سواء معادن سواء في كل الفيتامينات اللي بيحتاجها كل افراد الاسره صغير وكبير، من طبق السلطه او طبق المقبلات. مش لازم تولع النار كل يوم ولازم تولع البوتاجاز ويبقى فيه محمر ومشمر، بافكار بسيطه وسهله وفي متناول الجميع ومن التلاجة. خلي بالك، رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.